مفروض حبيبي وانت شايفني دلوقتي كنت اتفرجت على شرح الخرائط بتاع الباب الخامس، وفي حاجة كمان جميلة انا عاملها لك، مراجعة الباب الخامس كاملة كاملة بالتفصيل موجودة لحضرتك على اليوتيوب. اخطر حاجة في السؤال، انا شايف السؤال ده من اعلى الاسئلة اللي جات على الباب الخامس. اولا قائم على معلومة لازم الطالب يبقى عارفها كويس، اللي هي القانون ده او القانون ده، هل دي موجودة في كتاب المدرسة؟ صراحة لا، ولكن قائمة على الاستنباط والاستنتاج من قوانين تم دراستها. ده في كتاب المدرسة، ده في كتاب المدرسة، لكن دول تم استنتاجهم من قوانين في كتاب المدرسة. وتلاحظ ان في امتحان واحد كررها مرتين، سبحانك يا رب، مرة مع الكي اي سبحانك يا رب، ومرة مع الاي. مفيش علاقة بين اتنين الا لو كان اللي معاهم مقدار ايه ثابت. ادي ركاية واعكم اتخضيت وانا بساعد، معلش. نيجي بقى لمراجعة الكهربية. اتمنى اكون شفت خرائط الباب الاول كويس، ركزت فيها كويس. السؤال الاول معنا، احساسي القوي ان السؤال ده بمشيئة المولى عز وجل في الامتحان، وممكن يجيبها لك يا القوتين مع بعض تجمع، يا القوتين عكس بعض تطرح، ولما تطرح بتطرح الكبير ناقص الصغير. ابشر، هذه الفكرة بمشيئة المولى عز وجل ان شاء الله انا حاسسها في الامتحان. هتلاقي السؤال ده بيتشرح، السؤالين دول الفكرة دي بمشيئة المولى عز وجل في امتحان السنة دي. ابشر. في لايف انا عملته على حصص مصر حليت فيه امتحان شامل على المنهج. بعد ما حضرتك تشوف المراجعة كاملة عايزك تحل الامتحان الشامل، كان عبارة عن 30 سؤال على المنهج قبل ما نحل السؤال، يعني تقرا السؤال وتوقف الفيديو وبعد كده تحل السؤال. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل امتحانات الثانوية احب اقول لك خاطرة حسامية خليلية لولادي في كل حتة في مصر، أبطال هذا العصر. أبشر، هتعدي، بس أنت تاخدها تحدي وتقف وتقول مين أدي، أنا جامد وما بيأس. لا صدق، حلمك بكرة هيتحقق، ولو قابلك خوف ومبرق قول له أنا ما بخافش، لأن احنا شعرنا مع بعض. صدق نفسك تلاقي نفسك اللي نفسك فيه، وكل حد قالك استحالة تأكد ان انت في يوم من الايام هتدرس كحالة. ابوكم حسام خليل.